السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده فيديو الفطير اللي انا عملته في القناة التانية وعجبكم جدا. عملت لكم النهاردة تانية بقى وزودت الحشوة بسطرمة وجبن بقى من موزاريلا وجبنة تانية رومي وجبن وحاجات جميلة جدا. وديت معمولة بالكاستر. عملنا الفطيرة عملناها بالكاستر وتروح والله تشتريها تقف تدفع فيها 200 300 جنيه. بس الفيديو ده نجح جدا على القناة اللي هي القناة التانية. هو شوفوا كده بالصلاه على النبي. انا عايزك بس تبص كده شوف يا عم الحاج شوف منظر. وانت عملته انت زينت الفطيره زينتها. بص يعني هقول لك حاجه بقى، ايه فكره الفيديو ده قبل ما تدخل تشوف حاجات منه. فكرته ان انت بتشتري الفيديو الفطيره دي ب 10 جنيه ولا دي ب 20 جنيه وممكن اكتر شويه، وانت بتحط لها الحشوه، لان هو الصنايعي عملها صنعها وخلي فيها رقات وكلام من ده، صعب ان انت تعملها في البيت وانت تدخل عليها وتشحنها بالشحن ده تقوم مشحون انت برضو ايه تاكل احلى شحنه فطير في العالم كله. يلا نبتدي بالصلاة على النبي كده اهوت. والله المرة اللي فاتت ما شبعتش من حلاوتها، وهم رايحين شارين فطير تاني بعد الفيديو اهو. صلاة على النبي، ايه الأخبار؟ مسخن ليه؟ لما نوصل للعصر ولع البسطرمة. بلع بالراي حاجة فوق الوصف. مش محتاج تبليغ. البجاع هتجيبها من الجمل بكام دلوقتي؟ هيقول لك شيء وشويات. انا قاعد اجمع. لو رحت الجمل والله تجيب 300 جنيه، انا جايبها من 3 سنين. اكتر من 300 جنيه. كانت ب 90 جنيه. اضرب بقى في 3 دلوقتي او 4 بالصلاة على النبي. مش عارف اعمل ازاي. فخام، ايه تاني يا دي؟ دي بقى كلها زي الكريب. كلها كده زي ما هي. دي رهيبة. بتقول لك كلها زي ما هي مكورة. تعرف تاكلها؟ مش عارف، مع صلاة النبي. حلو قوي، حلو قوي الفطيره يا ابو صغير مع اللبن ده. ايوه حبيت شويه كمان. اصل الخبز عامه بتاكله بيبهدل المعده، بيمسك المعده.
فانت تشرب معاه رايب. انت بتصدميها من صحيح؟ اه. بيظلم المعده، بيظلم المعده. ايوه. عليا النعمه اكله رهيبه، دي الحاجات اللي في قلبه البسطرمه. لا زي الجبن. زي اللحوم كده لما بتاكلها. لازم تاكل معاها لبن رايب. كباب. انت عايز تحكم على الاكله حلوه ولا وحشه؟ شوف انا باكل منها قد ايه. انت تعرف. مش اللحمه الحمراء بتمسك المعده سايله؟ برضه تشربي معاها لبن رايب. البسطرمه. حاجه البسطرمه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده بصنع بالنبي 1000 جنيه بقى. صنع النبي. صنع النبي كده. هو حد ينسى يعمل اللايك للفيديو ده؟ والله بجد يا جماعه. صلاة النبي. حاجة اللي ما يعملش الوصفة دي يبقى غلطان. ليه؟ هو الفطير فيه ايه؟ فيه غذاء ايه؟ مفيش غذاء. ده ايه؟ بس هي حاجة نفسية للشعب المصري. اعمل فطير يا عم، اعمل لك فطير يا عم. تعمل لي فطير سادة كده ما تلوش. أكله ليه سادة بلاني؟ احنا عملنا له خليناه عظيم. خليناها أكلة جميلة. أهو حاجة إيه؟ تخيل أنت بس الوضع اللي أنا فيه. اللهم صل على النبي. الله يستر سعيد يا بنتي، هي سبب الفكرة دي. دي الفطيرة اللي أنا شفتها دي ب 10 جنيه. إحنا خليناها تساوي 150 جنيه. ودي ب 20 جنيه اللي أنا هفتحها دلوقتي مش هسيب حاجة. خليناها تساوي 300 جنيه. صلاة على النبي، والله بكلمكم، أنا عمري ما كدبت عليكم، أنت عارفيني. أهو. أهو. نصلي على النبي بقى كده، النهارده أكل على فكرة تحديات. نصلي على النبي بقى كده، شوف يا عم. شوف دي بقى عاملة إزاي، مختلف. دي دوب. أهو. شايف؟ منك دوبها زي الكريم. أهو، شوف شوف. نفاذة. شايف؟ باينة؟ حاجة يا جدع، حاجة فوق الوصف. وممكن أنا بقى أكلها بمزاج، يعني أعملها كده، أقطع كده، خلي بالك عشان هي كبيرة أهي، شفتوا؟ إيه ده؟ يا عم أنا مستمتع، أنا آكل فطير دي وخلاص، ده حرام عليك، أوعى تعملها كده. ويا جماعة انشروا الفيديو ده، دي تصحيح لمصاغ الفطير على مستوى العالم. بتصحح له مصاغه. بدل ما ناكل الفطير كده حاف، اكله كده. صح يا دكتوره؟ انا اكل حاجه حاف ليه يا جماعه؟ وخلي بالكم لو انت حالتك حلوه زود الجبنه شويه. هات جبنه بقى، جبن اي جبن بقى، الجبنه اللي هي اللي مش عارف ايه، المزخرجان ولا مش جان، الحاجات دي مش عارف اسماء ايه، عشان انا مش معيش فلوس اجيب صحيح. وممكن لو معهوش يجيب الجبن الغاليه دي، حته جبنه بيضاء عاديه ويحشيه سمنه بلدي ولا قشطه وخلاص. طيب. دي احسن نيم التاني. رهيب. عامل ازاي؟ بتبص يا عم الحاجة ايه؟ بتبص. شايف ايه؟ مليانه جدا. شايف هي بوك؟ هي الكيل. شايف يا استاذ محمد؟ شايف يا عم؟ شايف يا عم؟ يا حاجة بقول لك صلى على النبي. انت غيرت مصير انا دي بسخيبك ده اختراعي. لما تيجي تعمل الفطير بالشكل ده تقول لي ده اختراع جلال عبد الرب. ده اختراع. اه معلش. اوعى تنسى الاسم ده. هتشوف عامل ازاي؟ بتقول لك بكتب على اسمها. ماشي ما اقصدش كده. حط عليه سكر بودره تاني. واللي بتكسر دي خليك معايا اوعى تمشي. لسه هنشتغل فيها دلوقتي. الفطيره شربت السكر. ما تقدروش على التانية. حاجة ايه يا مسيرة والله. والله أنا باكل فطيرة من دي عمري، حاف كده. أه فعلا ماشي. أنا مهبل. أصل فطيرة حاف ليه يا عم؟ باكلهاش حياة. شوف كده يا سعيدة دي حتة ممكن. حاجة والله فوق الوصف أهو. وبقطعها أهو زي العمدة سليمان غانم الله يرحمه.
الراجل العسل دي اهو، شوف عامل ازاي. شايفني يا عم؟ شايفني يا عم؟ شايفني يا عم الحاج؟ شايف الجمال وال... شوف القشطه يا جميل، رهيبه ازاي؟ ده ازاي ده بتقول رهيب؟ اهو الصلاه على النبي. عاوز اغير المسار بتاع الفطير على مستوى القطر المصري العظيم، وعلى مستوى العالم كمان، وعلى مستوى الدول العربيه. انا اكل الفطير ليه حاف واللهفه بتاع ولادنا، وهات الفطير يا بابا، وهات الكرواسون يا بابا، اكله حاف. انا ما اكلوش حاف، حرام. مش كده يا ام سهيلي؟ اهو زلط الدم. ودي السخانة اللي هي هياكلها بالعسل. نعم سعيد، أنا بتكلم بجد والله، وبواع أعرف ولادنا وأخواتي وكل حبايبي إن أنا أجيب فطير عبارة عن شوية دقيق وأكلهم كده وسمي. طب ليه انا ما حفتفوش؟ ليه ما عملوش عمليه ترقيه؟ يعني بقول لك ابسط حاجه في البيت جبنه بيضه وحته قشطه في قلبها. انا هرقيه، انا برقيه لانه يبقى مش مشكله، بس بنتكلم في موضوع مهم يا حبيبتي ابوك. انت ما عندكش فكره الناس هنعمل فطير النهارده. بلا زعل نعمل فطير النهارده يا حبيبتي ابوك، نروح ياكلوا دقيق وخلاص. مين بلدي بيبقى. الناس بتعمل فطير كده يا زعل، انما يا حبيبتي ابوك انت عملتي له بصمه. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. اي أيوة والله يا جماعه، اللي بيقول فكره في الاكل فكره واحده كتر خيره. والناس عملوه، ناس عملوا الفيديو بعد ما عملنا الفيديو الثاني، احنا ما كناش مجودين فيه كمان، عملوه اتبسطوا منه جدا 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 وادعوا لي. اهو حاجة عظيمة. المسكرة دي سقت. ها؟ بتقول لك مسكرة سقت، علق عليها بقى. اهو سقت. اه قول حلوة ولا مش بقى. ما هحدق تاني. هتحدق تاني. اه. عشان تقول رأيك فيها يعني. أحب أحدق بعد ما أسكر. ماشي. بقى 12. أرجونا يا جماعة. لأن أنا زعلان. زعلان اللي ايه؟ ان انا اكل حاجه واكلفها وبتبهدل فيها في عمايلها وتطلع مش على مزاجي وعلى كيف السكينه. مش هتقطع بسكينه، زي اللي التانيه عشان تقول لنا رايك فيها برضه. اه الفكره يعني. وطبعا احنا حشينا ديت حلوه بقى، ناس في ناس بتحب الحلويات، عاملين فيها كاستر مبشور وعسل ابيض، عسل ابيض. في ناس هنا عايزين منح العسل ياكلوه. خلاص هنخش بقى اهو بالصلاه على النبي كده، اهو بالصلاه على النبي كده، اهوت اهو نفس يا صلاه النبي. النبي بص يا عم، شوف يا شوف يا ابو الحاج، شوف شوف يا صلاه النبي احسن. شايف شايف البصل؟ انت اعمل فيه مهلبيه، اعمل فيه كاستر ونجود بقى كده يا صلاة النبي. سكر خفيف جدا. وخلاص القول يا جماعة، عملوا الفيديوهات دي، هاتوا الفطير من عند راجل فطاطري يكون راجل نظيف، قول له يا عم هات هريسات، وانت بتحولها من الفسيخ شعبات زي ما بقول، تحولها للمنظر الحلو ده اهو، يا
اعمل واحده مسكره والباقي محدق وكل واتبسط ده ولادك. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم خير في فيديو جديد. طبعا ما كلتش الساده بالعسل؟ انا باكله قبل كده يا حاج، انا مش واكل ساده. انا اكل ساده ليه؟ انا مش واكل ساده. كل سنه وانتم طيبين وتعملوا الفطير كده عشان ما تزعلونيش. اعمل الفطير وحشيه زمانك كده. وانا هرجع تاني حد بقى عشان ايه؟ على اكس لارج. السلام عليكم.